السلام عليكم، معكم الدكتورة أسماء الخادر، أخصائية في أمراض الجهاز الهضمي. أول حاجة عواشر مبروكة وعيد مبارك سعيد لجميع المغاربة والأمة الإسلامية. اليوم غنحاولوا نطرقوا لواحد الموضوع اللي كيخص هذا العيد، هذا هما المشاكل الصحية ولا المشاكل ديال الجهاز الهضمي في هذا نهار العيد، ونحاولوا نعطيكم شي نصائح اللي تتبعوها باش تفادوا هذه المشاكل الصحية إن شاء الله. طريقه ديال الشوى ديال اللحم، اول حاجه كنعرفوا بان الشوى ولا مثلا اللحم نيشان على الفخر، نيشان العافيه، يدون اون ديناتوراسيون ديال داك لي بروتين، بروتينات اللي كيوليو كيتخربقوا، ما كيبقاوش كما كانوا، كيتخربقوا لي بروتينات ديال اللحم. داكوغ، دونك هاد لا ديناتوراسيون هادي من بعد كيولي داك اللحم يقدر يولي كونسيريجان، ما كيبقاش صالح للاكل. دونك فاش الا بغينا نشوى كما قلت في الاول ديال الحلقه، من الافضل نخليو مثلا كيكون الشوا النهار الاول، الناس مازال يلاه العيد، فرحان النهار الاول العيد، دونك نخليو الشوا غير النهار الاول العيد. داكوغ، وهذاك اللحم ديالنا ما نشويوش حتى نحرقوه حتى يولي كاربونيزي فاخر، خصو يبقى سيميون، يعني ماشي حتى كيقصح. داكوغ، ومن الافضل الا كان ممكن ان الناس يتفادوا انهم يغطوا داك اللحم ولا يشويوا اللحم اللي فيه الشحمه، يحاولوا يحيدوا داك لي بارتي دو غريس اللي باينين، يحيدوا من الاولى عاد يشويوا داك اللحم. الاعضاء الداخليه ديال الحولي، ما هي راه فيها النسبه ديال لا غريس فيها اكثر من اللحم، دونك كتكون مدمه بزاف. الوغ لا ماجوريتي يعني الناس يعني صباح العيد كيديروا داك الكبده مشويه فوالا مع بولفاف، من الافضل يحيدوا داك بولفاف ويشويوها بوحدها باش ينقصوا حتى من النسبه ديال الدهون. اللحم ديال الاضحيه خصنا مره واحده في النهار كافيه، لان اللحم ديال الحولي كيكون فيه النسبه ديال الدهنيات زائده بارابور لانواع اللحوم الاخرى. داكوغ، دونك من الافضل ناخذوه مره واحده. وبالنسبه للطريقه ديال الطبخ ديالو، نفضلوا انه يكون مبخر ولا في الفرن. شكركم على تتبع هاد النصائح، ومره اخرى عيد مبارك سعيد لجميع المغاربه والامه الاسلاميه، وتخلى عليكم بالصحه والعافيه ان شاء الله.